السلام عليكم. اليوم بتكلم لكم بشكل مختصر عن الدعسات. في النوع الأول يجيك زي هذا، سرعتين وضغط نفس هذه، طبعا تيجي منها مدخلين تمام لون أبيض ويجي لون أسود. النوع الثاني يجيك نفس هذا، فرار فقط بدون سرعات. في نوع أيضا، النوع الأحدث منه، يجيك مقبض زي هذا سرعتين أو 3 سرعات، لكن يختلف المقبض. فيبغالك تنتبه إنك تاخذ على نفس النوع، الشكل من برا يكون نفس الشكل لكن الاختلاف من داخل الأفياش، فهذه نقطة جدا مهمة. النوع الثالث والأحدث اللي هو هذا، يجيك مفتاح ودعسة مؤشر للبطارية تمام، لكن أيضا منه تجي 3 أنواع، يجي خط واحد تمام وخطين باللون الأسود. النوع الأول والثاني اللي لون الفيش حقهم أبيض، 36 و48، طبعا حتى هذا يجي منه 48 و36، أيضا هذا فقط الاختلاف يكون هنا جهة اللي هو المنظم إذا يعطي مخرج أو مخرجين. أما الثالث والأخير فهو 12 فولت و24، الموديلات الجديدة تجي مدخلين نفس هذه باللون الأسود. لو تلاحظون ما فيها فرق نهائيا تمام، فأنت لما تطلب تأكد أن الدعسة عندك مخرج أو مخرجين أو 24 أو 12، اللي تكون مخرجين باللون الأسود. إذا كنت ما تعرف فلازم تفتحها تمام. إذا تبغى تريح بالك تكون مكتوبة من هنا 36 فولت، وهنا مسجلة 24 فولت، أيضا تجي منها نوعية مسجلة لها 12 فولت. 36 فولت لازم تفتحها من الداخل لأن الكيبل يختلف تمام. في حال أنك طلبت من أحد المواقع وجاتك كيابل تختلف، عندنا وصلة تمام تحول لك من خط إلى خطين أو خطين إلى خط.